هل خطبة بعض الدعاة في الناس عند دفن الميت بدعة؟ ليست بدعة، ولكن لا تكن سنة مضطردة. ليست بدعة لأن النبي ثبت عنه من وجوه ثلاث صحيحة الأسانيد أنه ذكر الناس عند القبر، كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه أن النبي انتهى إلى قبر ولما يلحد فجلس وجلسنا حوله ثم قال: إن الميت إذا كان في إقبال من الدنيا، في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، أتاه ملكان. فذكر الحديث وهو طويل.